القانون الحقيقة تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية جرت خلال اليومين أو ثلاثة أيام الماضية. وبودي أن أشر نقاط الخلاف التي كانت تحصل، لأني رعيت كثير من تلك المفاوضات بشكل واضح. بطبيعة الحال كل الكتل السياسية لا تختلف بضرورة إعطاء المقاتلين والمتطوعين حقوقهم، خصوصا وهم ينظرون إلهم في ساحات القتال، والكثير منهم نزف دماء، وفي ذات الوقت تم عملية التحرير والإنجاز بهذا الإطار. فمجلس النواب بكل كتلة لا يختلف حول هذه النقطة بشكل واضح، بمعنى إنصاف المقاتلين وإعطائهم حقوقهم، سواء من أبناء الحشد، من أبناء العشائر، من البيشمركة، من كافة التشكيلات الرسمية. وجه الإشكال كان يدور حول بنية القوات المسلحة العراقية وتركيبتها وتشكيلة الحشد ووظيفتها وأعدادها ومما تتكون وما هو دورها بعد عملية التحرير. بشكل واضح ما نتوجه صوبه أننا يجب أن نحافظ على مركزية بناء الدولة العسكري بعائدية الإمرة والقيادة للتشكيلات العسكرية كافة للقائد العام للقوات المسلحة. يجب أن نعطي دور للتشكيلات الرسمية حسب ما تمت الإشارة إلى في الدستور العراقي وفق المادة التاسعة. كل من يحمل السلاح خارج التشكيلات التي أقرت والتي أشرها الدستور ينطبق عليه وصف الميليشيا، والمجاميع التي يجب أن تحاسب، المجاميع الإرهابية التي يجب أن تحاسب. وبدورنا ندعو القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون عملية انفلات السلاح أو حمل السلاح خارج إطار القوات المسلحة وفق التشكيلات التي أشار لها الدستور والتي أشار لها القانون بشكل واضح.